بجد يا جماعة أنا حاسة إن أنا شبه الممرضين بالطرح اللي أنا في استاديو الكيمياء. عينيا الحمد لله الحمد لله بقت أحسن من الأول بكتير. الحباية كمان اللي كانت طالعة لي في عينيا خفت الحمد لله. القطرة اللي أنا جايباها دي جميلة، اللي أنا جبتها دي تحفة تحفة. تاني حاجة بقى يا جماعة، امبارح بالليل يعني كده محمد بيقول لي أنا نفسي في سمك أوي وشوربة كريمة ومش عارف ايه والكلام ده كله. فأنا النهاردة رحت قايمة طلبت الأوردر وقلت له البس بقى عشان خاطري هننزل نتمشى. هو لابس دلوقتي على أساس إن أنا اللي احنا ننزل نتمشى وكده، فهروح له بقى. واصلا الاوردر خلاص طالع، زمانه طالع، المندوب لسه مكلمني، فهفاجئه بقى، هفاجئه باكل سمك على 100 100% بجد. شكرا. الاوردر جه، قال كده انا جايب اوردر ايه اهو. طلبتي ايه؟ طب تخيل مش شم حاجه. طيب ريحه السمك قلب البيت. ده لسه مدخلاه قلب البيت. ايه لا يعني في يعني قصدي يعني مش محتاج ان انا اشم، ده سمك يعني. انت بسرعه كده شميت، باين جدا. هو انت قطه ولا معرفش ولا ايه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايز اقول لكم الحمد لله انا فرحان ان الاء بدات نفسيتها تتظبط كده وتفك وتعيش حياتها، فالحمد لله. لا خلي بالك انا هعيش كل لحظه معاهم ان شاء الله، واي حاجه كده هعملها هبقى معاهم. ادعوا لنا ان ربنا يهدي تالين، عشان ما اعرفش الفتره دي بتقعد تصرخ كتير ليه، بتقعد تتعصب كتير وما بتنامناش قسما بالله. دي حقيقه، بتنام بالنهار وتصحى بالليل طول اللي بتفضل بتنام الساعه 10 الصبح. دلوقتي زودت ساعتين زياده. بص اول ما اشيل الرضعه فرجينا بقى جايبه ايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى يا الاء، يا ترى جايبه ايه نوع السمك؟ اول حاجه يا محمد دي الحاجه اللي انت بتحبها قوي، يعني انت ممكن ما تاكلش السمك وتاكل دي. لو حاجه بحبها قوي يبقى شوربه، دي اكتر حاجه انا بحبها اعشقها. طب خلينا فجأة اكتر. خلينا فجأة. مش انت قلتي حاجه بتحبها قوي؟ اه اكتر حاجه بحبها في الاسماك هي الشوربه. ماشي مش مشكله، اهم حاجه ان انت تاكل بلانا وشيف. بسم الله. اديني ودي طعمها اختيار موفق. سقف الالاء يا جماعه، وجايبه لك بقى من حد معروف هنا قوي على فكره. عايزين نسمع احلى تشجيع كبير الالاء، واللايك ده الالاء عشان خاطر الالاء جابت اللي انا بحبه. تعالى بقى بص هنا. بسم الله، نلم بس الزباله دي. بسم الله. لازم يا جماعه تسموا الله في كل حاجه، حتى وانتوا بتفتحوا كده تسموا الله. بسم الله. الصينيه دي بتاعت حمو حمودي، ودي بتاعتي، هفتح لك بتاعتي، ماشي؟ عشان مش هقدر افتح لك بتاعتي. اقسم بالله طعمها تحفه. بجد؟ والله العظيم تحفه. خطيره يا ابني، انا اللي عاملاها. تسلم ايديهم. لا لا بص وريهم كده الشوربه تاني وطلع اللي فيها. لا والله تحفه. انا اللي عاملاها على فكره، ممكن اقول لهم الطريقه بتاعتك. على فكره الاء بتعمل شوربه برضو تحفه ملهاش حل. على فكره والله. الحاجات دي اصلا يا جماعه اللي بيحليها لما بتخدمها وبتديها حاجات كتير. لا مش شرط تخدمها وتديها حاجات كتير على فكره، مين قال لك كده؟ يعني دي شوربه كريمه فقط، ولا مايونيز بقى، ولا مايونيز ايه، ولا جبنه موزاريلا، ولا جبنه شيدر، ولا اي حاجه. بص بص الجمبري، بص الدلع. بالله انا والشيف حبيبي، خلي بالك هناكل وهننزل. انا عرفت بتاكلني ليه وبتغذي. لا ما انا كده كده كنت قايله لك ان احنا هننزل، فانا ضحكت عليك. الاقي يا جماعه عامله برنامج كل يوم لازم تمشي ساعه كامله متواصل، فبتمشيني معاها. طب هي عايزه تخس، انا اخس ليه؟ هي تخينه انا مش تخينه. ايه ده؟ انا مش تخينه على فكره. عايز ايه يعني؟ فعادي مش مشكله، احنا هناكل وهنشرب الشاي، او ننزل نشرب شاي كرك وبعد كده نتمشى. ماشي. عايز اقول لكم يا جماعه ان تالين بتحب الخروج جدا ما شاء الله عليها. طالعه من صغرها كده بتحب الشارع. بتحب الشارع؟ طالعه لماما. كل الاطفال كده، كل العيال الصغيره كده. ام كل الاطفال كده يا جماعه. انا المشكله بقى عندي في حاجه، لو الناس ما ركزتش ان انا خسيت هجيلهم دلوقتي وهم قاعدين بيتفرجوا عليا، وسلم عليها وبوسها منهم. طبعا يا جماعه انتوا عايزين ان انا اجي واقعد جنبكم واتفرج معاكم عليا. يعدي عدي، احسن الاسانسير ده بيقفل بسرعه. اهم حاجه يا جماعه اشتركوا في القناه، وفي ناس كتيره جدا تقول لي يعني يا جماعه لا انا عايزه اشوفك، اصل انا ساكنه في عجمان وساكنه مش عارف ايه، انا سايمه كده بس مش عارفه احفظها. بس المهم يعني عادي، ممكن تخشوا تكلمونا على الانستجرام ونعمل يوم ونشوف بعضينا كلنا كده. اهم حاجه بس اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا كومنتات كتير، وبس كده بقى. الراحه، اوعي تجري مني. الله ينور. هلا وانا بيبي زيك يا تيتا. لا لا بس ثواني، انا عايزه اسال الناس سؤال، الناس الكبيره تمام او الناس الصغيره اللي فاهمه، بشوف على التيك توك ايه الناس بتعمل كده. ايه ده معناه ايه؟ يعني واحده بتتكلم تقول كم مره سامح ده ايه؟ بتعمل ايه ده؟ ما انا معرفش، هي عشان كده بسال. معلش يا تالين، معلش ماما دي، ماما دي، معلش. امك مجنونه. دلوقتي يا جماعه الاء بتجيب علاج من الصيدليه، وانا وقفت بالاستاذه تالين هنا علشان خاطر التكييف جوه برد جدا، والتكييف غلط على توتا. هي ما عرفش بتتخض يا جماعه بطريقه جامده جدا، هو دي وراثه، دي ابوك ما بيتخضش، بتتخض جامد قوي، جبانه طالعه جبانه. يلا يا حاجه الاء،
يلا يا لولو. ايه كل ده جوه؟ كان في ايده اوردر تاني وكده، كان معاه اوردر. مبسوطه يا ستي؟ كل يوم بخرجك اهو. كل يوم بننزل عشان نتمشى. المفروض المفروض كل كيلو تخسيه اخد قصاد منه هديه. يا حبيب قلبي تعالى اجيب لك احلى هديه، احلى هديه والله اجيبها لك دلوقتي حالا. كلكم باركوا الاله دلوقتي يا جماعه، عشان الحمد لله خست شويه شويه صغيرين يعني، عقبال شويه كتار بقى. عقبالك انت بقى. انا مش تخين يا ماما. يعني انت بتقولي انا تخينه؟ مش تخينه. تعالى بقى اجيب لك الهديه اللي انت نفسك فيها. تعالى. ايه اللي نفسي فيها؟ تعالى بس اقفل اقفل وتعالى بس اوريك. فيليب اهو، وانت كان نفسك فيليب. اه والله انت البتاله دي معرفش النهارده يوم المفاجآت ولا ايه؟ اه وفي مكسرات لو عايز مكسرات. ماشي؟ عايز حاجه تاني؟ ربنا يبارك لك. ماشي. وكالمعتاد تالين نامت زي كل يوم، اول ما بتتمشى بتفرهد تقريبا من اللف وليه مع انها نايمه على العربيه وبتروح. اه والله بتروح في النوم. انا عايز اقول لك الحاجه الوحيده اللي ما بتبطلش وجع عندي حرفيا، يعني انا وجع لو حلفت لك على ايه، وجع من هنا لحد هنا فظيع، بتصرخ والله المكان ده بيصوت جوه. معلش ربنا يشفيك. وجع ودني ودماغي ده اللي ما بيبطلش. اهم حاجه اهم حاجه زي ما انت ما ماشيه على علاج مظبوط كده، افضلي ماشيه عليه بانتظام وربنا يشفيك. لا الحمد لله الحمد لله يا جماعه، انا والله ماشيه على العلاج مظبوط، دي كلمه قليله يعني. انا باكل عشان اخد العلاج، لكن غير كده والله اسال محمد حتى انا عادي، ما كانش هاممني ان انا طول اليوم اكل، انا عادي جدا اصلا من ان انا اكلتي ضعيفه، فانا دلوقتي اكلتي ما بقتش ضعيفه بسبب العلاج. انا بقيت باخد العلاج وبعد كده باخده ببقى نايمه طول اليوم، ومحمد يفضل ماسك تاني طول اليوم. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله تتحسني قريب ان شاء الله، وان شاء الله انا متفائل خير والله. وانا والله العظيم الحمد لله. انا لو قلت لكم يا جماعه قد ايه الاء بتدور على البتاع المجفف دوت في الدخضار ده، صح؟ دخضار مجفف. انا مش فاهم يعني ايه ناكل خضار مجفف يعني. يعني بصوا بقى يا جماعه هنعمل بقى الحركات. ايه اللي فيه اللي بيخليكي تقعدي تدوري عليه؟ نعمل بقى الحركات. ده الجزر. بصوا يا جماعه المقرمش الناس بتعمل كده. بصوا يا جماعه استنى هجرب لكم وندوق طعمه عامل ازاي. حلال في الفلوس ولا خساره في الفلوس؟ طعمه جامد بجد والله. انت سامع صوت القرمشه بتاعته؟ هو ايه القصه يعني؟ من المهم الطعم مش القرمشه. خد دوق والله. لا تدوق ولا صورك، هصور الاكشن بتاعك. ده الجزر؟ لا ده بنجر. لا ده مش بنجر، ده كوسه. ده مش بنجر، ده وريني كده. ده بتنجال. اه ده بتنجال. ثواني هدوق. والله طعمه حلو. انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده عشان ما تجيبوش تاني. طب والجزر؟ هو ده الجزر؟ لا الجزر يعني بس مش انا عندي اكل جزرها خضر احسن. طب والله طعمه جامد. طب ايه ده بقى؟ وانا كده باميه. ده البتاع اللي هو بتزرع بسرعه ده اسمه مشروم. استنى ادوقه. ايه ده يعني؟ ايه الفكره في ان انا اكل حاجات ناشفه خضره خضروات يعني؟ عشان تقول ايه؟ حلال عليك يا الاء. والله طعمه جميل. خلينا انا في اللب. بصوا يا جماعه، في جزر ومشروم وكوسه وبنجر واسمه ايه ده، فاصوليا. جماعه انواع الخضروات بس مجففه. ممكن يكون بالطبخ. وبطاطا. بالطبخ ايه؟ ما طعمه وحش والله. والله مره البقي والله يا جماعه. ما حدش يشتريه يا جماعه، ما حدش يشتريه. طب اقول لك على حاجه بقى مفاجاه. صرف الفلوس بكام ده؟ ب 15 درهم. ما حدش يشتريه. بص يا جماعه اللب عامل ازاي؟ هل هو اللب اللي احنا نعرفه؟ ده لب سوري خلي بالك. ده. يعني قصدي اللي هو اللي عامله سوري. طعمه جامد بس كان ناقصه شويه ملح. على فكره ده هو ملح. لا كان ناقصه شويه ملح. والله ملح قوي. بس طعمه جامد. ده تشتروه عادي. بعد اذنك شيل القشر اللب من الغطا بتاع الفواكه المجففه. ما احنا كده كده هنرميها. لا لا حرام والله انا هاكلها. هتاكل البتاع؟ اه طبعا. بصوا يا جماعه في فلفل اهو. فلفل احمر يكا. ودي بنجلايه. بصوا يا جماعه انا هعمل لكم دلوقتي ستوري على انستجرام بايه حاجه جامده كده. مش متابعين على انستجرام فايتو كتير جدا جدا جدا. المهم دلوقتي يا جماعه نقول لالاء متشكرين جدا 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 على اكله السمك ديت. انا فعلا بحب السمك جدا جدا جدا، بس طبعا ده بعد المحشي يعني. بس احنا بنعشق السمك جدا وبنعتذر على الدوشه اللي احنا عاملينها ديت في البيت. انتوا طبعا كلكم ربنا يبارك فيكم عندكم اطفال طبعا وعارفين الكلام ده كله وفاهمين ومتعودين. فاحنا دلوقتي يا جماعه عايز اقول لكم اهم حاجه دلوقتي بقى، تدعوا الآلاء كتير ان ربنا يكرمها ويشفيها. الحمد لله الحمد لله في نسبه تحسن عليها. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ف
فان شاء الله يا جماعه كده انتوا دعواتكم، وان شاء الله اول ما ربنا يكرمها كده ويبقى فيه نسبه تحسن كبيره ان شاء الله باذن الله هتخلع الكمامه قريب، بس لما وشها تزبط شويه كده بس عشان خاطر هي نفسيتها ما تتعبش، فنسيبها براحتها خالص. وما تنسوش ان انتوا تدعوا لها في تعليقات كتير، وتليم بتعيط دلوقتي فانا هخلص معاكم بسرعه عشان اقفل عشان اروح لها. وما تنسوش يا جماعه تضغطوا لايك كبير قوي للفيديو دوت، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان الايام اللي جايه ان شاء الله هتشوفوا شويه فيديوهات حلوه جدا جدا جدا. استنوا ان شاء الله عشان هنزل لكم شويه حاجات جامده جدا وحاجات جديده، وهنعمل لكم حاجات مختلفه من نوعها. فيا رب تكونوا بخير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم هنعرف من اللايكات اللي على الفيديو، ونشوفكم على خير، وربنا يبارك فيكم جميعا، ومع السلامة.